فستان أسطوري لمرات ولي عهد الأردن تكلفته عدت $1,000,000. اتصمم في 950 ساعة على إيد 15 مصممة أردنية بقيادة مصممة الأزياء السعودية هنيدة الصرافي، وتنفذ على مرحلتين. الأولى هي الخياطة اليدوية، والتانية طباعة الزخارف والنقوش اللي عليه بخاصية الـ3D. وأخيراً ظهرت الأميرة بالتحفة الفنية اللي قيمتها وصلت ل$51,000,000 مصري، علشان تلبسه مرة واحدة بس في احتفالات اليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 سنة على تولي الملك عبدالله حكم الأردن. والمفاجأة إن مفيش حد اهتم بالملك، لأن كل الأنظار اتجهت للأميرة رجوة مرات ابنه، وده علشان فستانها الأحمر اللي ألوان علم الأردن منقوشة على كل حتة فيه. علشان كده تحولت الأميرة رجوة للترند رقم واحد في الوطن العربي، وكل ده بسبب فستان. وظهر بعدها جمهور كبير بيأيدها، وناس تانية بتعرضها وشايفين ان بدل ما تعمل فستان كانت توزع فلوسه على الفقراء. وهنا كنا لازم نسألكم، هل انتم ضد موقف الأميرة رجوة ولا معاها؟ ده سؤال ليكم، مستنيين أراءكم عليه في التعليقات. وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، واستنونا في حلقات جاية كتير من عين مصر.